ما هي عيوب الطاقة الشمسية؟ تعرف الطاقة الشمسية باللغة الإنجليزية بمصطلح solar power، وهي عبارة عن مصدر من مصادر الطاقة الطبيعية والتي تعتمد على أشعة الشمس بشكل مباشر، وتعرف أيضا بأنها نوع من أنواع الطاقة المتجددة التي تساهم في الحصول على الطاقة اللازمة لتشغيل مجموعة من الآلات والأدوات، وقد ترتبط بمصدر طاقة ثانوي كطاقة الرياح أو طاقة المياه. تتميز الطاقة الشمسية بمجموعة من المميزات، ومنها أنها تعتبر وسيلة من وسائل الطاقة التي تساعد على نمو العمل داخل المنشأة بشكل أفضل. لذلك تتميز ببيئات العمل التي تعتمد على الطاقة الشمسية بسرعة في إنجاز الأعمال المطلوبة. تتميز بأنها مصدر من مصادر الطاقة المتوفرة بشكل دائم، تساعد في توصيل الطاقة إلى المناطق النائية والتي لا تصل لها أعمدة توليد الطاقة الكهربائية. من الممكن تركيب الألواح الزجاجية الخاصة بالطاقة الشمسية في أي مكان تغطيه أشعة الشمس بشكل مباشر. تعد من وسائل الطاقة المجانية ومتاحة الاستخدام لجميع الناس. مع أن الطاقة الشمسية من أنواع مصادر الطاقة الطبيعية والمجانية والتي من الممكن الحصول عليها بسهولة، ولكنها تعاني من مجموعة من العيوب. ومن أهم عيوبها أنها تعتبر تكلفة إنشاء أنظمة أشعة الطاقة الشمسية مرتفعة جدا، لذلك لا يفضل العديد من الأشخاص استخدامها في الأمور الشخصية كالاستخدام المنزلي. لا يمكن الحصول على الطاقة الشمسية إلا في فترة النهار، لذلك لا يمكن استخدامها أو الاعتماد عليها أثناء الليل. في الأجواء الضبابية والماطرة تقل كفاءة استخدام الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر توليد الطاقة. يجب الحرص على تنظيف ألواح الطاقة الشمسية باستمرار وإزالة الأتربة أو الأشياء التي تحجبها عن أشعة الشمس. من عيوبها أيضا أنه لا يمكن استخدام ألواح الطاقة الشمسية في الأماكن المغلقة أو الضيقة أو التي لا تصلها أشعة الشمس بشكل كلي.